دلوقتي مشاهدينا هنروح مرة تانية لهال عشان نتعرف منها على حالة الطقس بالتفصيل. اتفضلي. شكرا شاذلي. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وبالليل الجو هيكون مائل البرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة النهاردة، درجة الحرارة في القاهرة 31، أيضا هي نفس درجة الحرارة في معظم مدن القاهرة، مدن المصرية والمحافظات، فالارتفاع في درجات الحرارة ده هل دي موجة مؤقتة وبعد كده بيرجع الجو يستقر ولا مكملة معنا شوية؟ طيب، هو بالفعل طبعا في ارتفاعات في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، والارتفاعات دي بدأت ارتفاعات تدريجية في قيم درجات الحرارة. اليوم هيكون في مزيد من الارتفاعات عن أمس بمعدل درجة، لأن اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 31 درجة مئوية. ويمكن كمان طبيعة ان احنا خلاص في النص الثاني من شهر ابريل بتبدأ المعدلات الشهرية ترتفع، فبنبدأ نلاحظ ان السماء الأساسية ارتفاع في قيم درجات الحرارة، لكن طبعا مش تجاوز مش لدرجة ال 30 وال 31، مش بتوصل لل 30، احنا اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين لثلاث درجات، فالارتفاعات دي هتكون ارتفاعات مؤقتة ثم تعود ثاني درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة بإذن الله، لكن الارتفاعات دي مكملة معانا ل يعني يوم الخميس والجمعة الجايين، يعني مكملة معانا لنهاية هذا الأسبوع إن شاء الله، ويمكن الارتفاع الملحوظ أكتر هيكون بكرة الأربعاء إن شاء الله. يعني احنا متوقع بكرة الأربعاء نسجل أعلى درجة حرارة على مدار هذا الأسبوع كله، واللي متوقع إن هي توصل 35 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى. بالفعل أجواء أشبه بالأجواء الصيفية، لكن نسب الرطوبة منخفضة، لأن احنا هنتأثر بكرة بشكل كبير بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية مع منخفض جوي موجود في الصحراء الغربية على سطح الأرض. ده هيؤدي للارتفاعات الملحوظة في قيم درجات الحرارة، حتى كمان محافظات الصعيد هتتجاوز ال 37 وال 38 درجة مئوية فترة النهار بأجواء شديدة الحرارة. غدا الأربعاء إن شاء الله شديدة الحرارة فترة النهار، لطيفة خلال فترات الليل، لكن لسه النهاردة الأجواء هنحس إنها حارة فترة النهار مائلة للبرودة في فترة الليل، وهنلاحظ فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز العشر درجات في القاهرة الكبرى، فلسه في بعض البروده في المدن الجديده الاماكن المفتوحه فتره الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، ودي مهم جدا ناخد بالنا منها. كمان اليوم خلينا بس ننوه عن الشبوره المائيه، لان الشبوره المائيه اليوم كانت شبوره مائيه كثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واثرت بشكل كبير على الرؤيه الافقيه وادت انخفاض كبير في الرؤيه الافقيه ساعه بالكثير على اغلب الطرق. الشبوره المائيه هتتلاشى مع طبعا سطوع اشعه الشمس، والرؤيه الافقيه هتتحسن على اغلب الطرق باذن الله. بكره الاربع متوقع مع الارتفاعات الملحوظه في قيم درجات الحراره يكون في نشاط للرياح وسرعاته تتجاوز ال 40 كيلو متر على الساعه، ويكون مثير للرمال والاتربه. فهنلاحظ بكره نشاط رياح مثير للرمال والاتربه في معظم المحافظات الشماليه، وقد يؤدي كمان لتدهور رؤيه افقيه في المنطقه الغربيه سواء احنا الشماليه الغربيه او الصحراء الغربيه. فعشان كده مهم جدا بننصح كل الساده المواطنين مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، واحنا خارجين بكره مهم جدا ارتداء الكمامات، القياده تكون بهدوء تام مع اي ظاهره جويه ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه، اذا كان الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر او حتى غدا الاتربه والرمال المثاره. وبناكد رغم ارتفاع قيم درجات الحراره بلاش ارتداء الملابس الصيفيه بشكل كامل، يفضل ارتداء الملابس طبعا الخريفيه الشتويه الخفيفه، خاصه لو احنا بنخرج فتره الليل او فترات الصباح الباكر. مع يوم الخميس تعود ثاني درجات الحراره للانخفاض، لكن طبعا مش الانخفاضات ملحوظه، لا هتعود الانخفاض هي ما بين 29 30 درجه مئويه فتره النهار لعظمى على القاهره الكبرى باذن الله. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، نصائح مهمه جدا يا ريت ناخد بالنا فيها هذه الفتره لتشهد بعض التقلبات الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة درجة الحرارة العظمى فيها 31 والصغرى 19، أيضا في العاصمة الإدارية 31-19، إسكندرية 30-18، والعلمين الجديدة 29-17، مطروح 28-17، ودمياط 26-17، بورسعيد 25-18، والإسماعيلية 31-18.
السويس 31/17 والعريش 27/17، كاترين 25/12 وطوبة 31/20، حلايب 28/22 وشلاتين 31/20، شرم الشيخ 32/22 والغردقة 31/21، الفيوم 30/15 وبني سويف 31/15، الوادي الجديد 34/20 وفي أسيوط 32/16، سوهاج 32/17 وقنا 35/19، الأقصر 35/19 أيضا وأسوان 35/20. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية شاذلي وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.